فلوس، شهرة، حب، إحساس بالأمان. الأبيض هو إن كل اللي بحبهم حواليا وبخير وبصحة، يعني سواء أهلي، صحابي، أي حد أنا بحبه يبقى كويس وبخير ودايما جنبي ودايما حاسة بالأمان وهما في ظهري. ده أبيض. لكن الأسود بيمثل لك إيه؟ الأسود بيمثل لي الطعن اللي في الظهر دايما، الغدر، لأن ده عشته كتير. طب نبتدي بالأبيض، نبتدي وبعد كده نروح للأسود. أوكي. سامحتي مين في حياتك كنت فاكرة أن أنت عمرك ما هتسامحيه وفي الآخر سامحتي؟ ناس كتير والله، على فكرة ناس كتير؟ مش حد واحد. يعني أنا باخد موقف لأني على قد الحب على قد الزعل، فباخد الموقف وبتضايق وبتقولي مش هسامح، وبعد كده بتسامح. واول ما بشوف الشخص او البني ادمه دي قدامي خلاص بنسى كل حاجه. اللي ظلمك عاتبتيه كتير ولا بتدي له ظهرك وبتمشي؟ على حسب هو ايه بالنسبه لي. يعني لو اللي ظلمني ده حد انا بحبه فهحاول اعاتبه. لكن انا من النوع اللي بقلب الصفحه. انت راضيه عن نفسك؟ جدا. انا اكتر حاجه فيا بحبها ان انا راضيه طول الوقت، راضيه بشكل عام، عندي رضا. رضا عن حياتي، ورضا عن نفسي، ورضا عن مشواري، ورضا عن تركيبتي وتفكيري. انا عندي رضا كبير جدا. مين اهم حد في حياه دنيا عبد العزيز؟ امي. مامتك؟ علشان كده قلت يا ريت اليوم اللي هتبعد عني فيه يبقى اليوم ده يوم موتي انا وهي مع بعض. ده حقيقي. يعني انا لما بصلي بدأ ان ربنا يعني ياخدنا مع بعض، ما يوجعش قلب حد فينا يعني على الدرجه دي. اكتر يعني الحب ممكن يخليكي تتمني الموت. طبعا معاها هي بس اكيد. لان الحياه من غيرها مش حياه. والدك فين في حياتك؟ والدي متوفي من زمان. فعلاقتي بامي اقوى بكتير، مرتبطه بيها بشكل اكبر بكتير. لا في ذكرياتك يعني من وانا طفله. هو وانت كان عندك قد ايه؟ أربع سنين. أربع سنين. علشان كده هي الأم والأب. هي كل حاجة. طيب نروح للأسود؟ نروح للأسود. ما تزعليش والله. أنا مش زعلانة خالص على فكرة، أنا مستعدة للأبيض وللأسود ولكل الألوان. طيب هنروح نبتدي فقرة الأسود.